ماتينال كل صبح يتثبت واحد من السبعة متاع الصباح الماتينال تبن من الصبحية رجعنا معكم من جديد. كليكات تقول في مدام هند الفايده مش في تكثير الفاح راه ما يبنانش، هذايا هو الموجود ترانسبارونس توتال. كنا نحكيوا على الفاح، قالت مش فايده في الفاح، قد ما تكثر قد ما ينقص من البنه هكا ولا اي اوكي الطاير شويه شويه الفاح. رجعنا معكم في دبر عليا. قبيلي كانت تحدثنا على الروسيت نتاع نواس، الفيديو موجود على باجنا على الفيسبوك، وتوا باش نتحدثوا على حويجتين. الحاجه الاولى اللي هي الجاتو سالي، وباش نتحدثوا على كريمه البنان والفريز. ايه حكايه الجاتو سالي؟ استنسنا بيه حلو احنا الجاتو. ما فما ناس ما تاكلش الحلو، ولينا خممنا فيهم قلنا نعملوا لهم السالي، قدموا لهم وسط جاتو سالي. الجاتو سالي نجموا نحضروه باللحم البقري كما نجموا نحضروه بالدجاج زاده. ايه انا الوصفه اللي باش نعطيها لكم بالدجاج وبالتون، راهو الدجاج يمشي معاه برشا التون سورتو في الجاتو سالي. ناخذوا الزدر نتاع الدجاج نفوحوه وكي العادة، الدجاج السوري انا راني نحطه شويه كمون، فما شكون ما يحطش يفوح ملح وفلفل اكحل برك، انا راني نحط، راهو الكمون يفوح برشا الدجاج السوري، الدجاج العربي لا ما نحطوش، اما في السوري راهو يبنوا ويفوحوا برشا. نفوح هك الزدر نتاع الدجاج نقصه تريفات، نحطه شويه ملح وفلفل اكحل وكمون وكركم ورقه رونت وشويه بصل نقصه جويد، نخلط ونصب شويه زيت مش برشا زيت، مقدار 3 مغارف يزيد 30 مليلتر سافا، يعني زيت مش برشا، حشنا به بعد احنا باش ينشح ويقطع على زيته، ما نكثروش، نخليوه يشرب شويه اكل الدجاج هذاك فك اللفاح، وبعد نحطو نقليوه مع البصل ونخليوه يطيب، ما نصبوش ماء كي العاده، يسيب ماء كي تبدا النار واطيه، راهو هو يسيب الماء وقت اللي ينشح الماء نتاعو نجيو نطلو على الزر نتاع الدجاج نلقاوه طاب. سيء من غير حتى ما نصبوا ماء، اذا كان النار واطيه على الاخر وفي ظرف 15 20 دقيقه يطيب، راهو الدجاج السوري في ساعتين ما ياخذش وقت. فوا طاب نطفيو عليه نخليوه يبرد شويه، وبعدك الدجاج نصلوه بيدينا ما نرحيوهش فرحه، راهو اذا كان رحيناه فرحه يولي نكهه اخرى، يولي ما يظهرش في وسط الكريمه، يلزم بيدينا هكا نفتفتوه باليد يتنصل احنا نقولوا يتفتفت. ومش ديما كي نرحي الدجاج راهو عنده نفس الجو كيما انت قلت، كل حاجه عندها حاجتها، طلب مني باش بيديا ينفع فتفتناه خليناه. نحضروا التون نتاعنا نقطروه من الزيت، وماذا بينا ناخذوا التون المساير في زيت الزيتونه. انا نستعمل برشا التون دياري، عندي فيديو نتاعو موجوده في قناتي سور يوتيوب طريقه تصبير التون بزيت زيتونه. انا اكل التون نحيلو الزيت نتاعو، نستحق 50 مليلتر زيت باش نستعملهم انا في الوصفه نتاعنا. في الوصفه نتاعنا الدجاج نتاعنا حاضر، التون حاضر، مريقل، توا باش نبداو في طريقه تحضير الجاتو نتاعنا. الجاتو يلزمو جينواز ويلزمو الكريمه، هذوما الحاجتين الباز نتاعو. نبداو بطريقه تحضير الجينواز. الجينواز ناخذوا 4 كعبات عظم، نفصلوا الابيض وحده والاصفر وحده. ناخذوا الخلاط نتاعنا نحطوا كل الاصفر نتاع العظم، نزيدوا عليه نحطوا هاي الخلاط يدور ونزيدوا عليه 150 مليلتر ماء سخون، ودرجه الحراره نتاع الماء تكون 45 درجه. درجة 45 دوغري. واذا كان ما عندناش الترمومتر نحط صبعي يكون اسخن من الملذذ، هو ما الملذذ تجمد 37 دوغري لازم نقوه نحسوا بالسخانه شويه. به نصبوا اكل ماء، الخلاط يدور على كل الاصفر نتاع العظم بدا يتخدم وبدا يتبدل لون وبدا يبيض شويه، نصبوا الماء احنا السخون ونخليوه يتركض. اكل ماء هذاك مع الاصفر العظم يفوا تركض، نزيدوا عليها الماء هذاك يفوا تركض، نزيدوا عليه 50 غرام زبده. 50 غرام زبده مش مارغرين، لا زبده. داكور 50 غرام زبده نخليهم يتركضوا، لو طول يتركضوا نحضر انا 30 غرام نشي و150 غرام فارينة، نحط لهم مغرفه نتاع قهوه خميره، خميره نتاع جاتو. ونبدا نزيد نخلطهم ونبدا نزيد بالمغرفه على كل خليط هذاك اللي فيه زبده وعظم، نبدا نزيد بالمغرفه والخلاط نتاعي يدور. اون فوا تخلط الكل، توا انا الجينواز نتاعي نحبها هي سالي، نحب نحط لها كولا. الله شنو اللي باش نحط لها؟ باش نحط لها مغرفه هريسه دياري، والهريسه هذيا مفوره انا محضرتها في الدار، عندي الفيديو نتاعها موجوده في قناتي في يوتيوب، نجموا الساده المستمعين يدخلوا للقناه ويشوفوا طريقه تحضير
تحضيرها. مغرفة هريسة انا نحب لونها يكون برتقالي، نحط مغرفة برك. اذا كان تحبوها غامقة لونها حمراء اغمق، نحط مغرفة وشطر نزيدو من الهريسة. اما لون البرتقالي راهي تجينا مزيانة وتجينا جينواز طيارة لونها باهي. وبعد ما حطينا كل مغرفة هريسة باش نفوحوها، نحطوا شوية ملح، هكا ما نكثروش الملح على خاطر الهريسة نتاعنا فيها ملحة بطبيعتها، يبانسي هكا ملح، ونحطوا شوية من نواد مسكاد. نواد مسكاد راهي تفوح زيادة برشا، يتفوح شوية فلفل أكحل، كل خلطة نتاع الفلفل أكحل نتاعنا. وإلا كان عندنا أنا ساعات نعمل خلطة نتاع فلفل أكحل تكون فيها نواد مسكاد، كي نعمل أنا لي جاتو ناخذ الخلطة نتاع الفلفل أكحل اللي فيها نواد مسكاد مع لفاحات الأخرين. واضح تعطي نفس البنة وحاجة حلوة. الفلفل أكحل نتاعي نقسمها على وكان نكتب عاد على الدبوزة كل خلطة شنو مكتوب فيها باش واحد ما يغلطش. قالك مش أي واحد في الكوجينة يقد روحو حراير حراير، كل دبيبزة وفيها كتيكي صغيرة شنو مكتوب فيها باش هكيك أمورنا تبدا واضحة. حطينا أكل لفاح والهريسة وخلطنا الكل دخلت في بعضه. آخر مرحلة نحطوا جبن موزاريلا 60 غرام. الجبن نخلطوه بيدينا، مش لازم نخلطوه بالخلاط، نخرجوا البول ونرميوا هيك الجبن هذاك الموتزاريلا ونخلطوه. ونكون انا حضرت طبق الخلطه هذه نتاع جينواز، انا تبيق اللي نستعمله 40 سنتي طوله و30 عرضه الكلها نصبها فك الطبق هذاك، والعلو نتاعو يكون 1 سنتيمتر. معنيش طبق هكاك عندنا اظرف نصبوها الكل تجينا عاليه وبعد نقصوها على ثلاثه. اما اسهل طريقه انا نلقى هذيا طبق يكون العلو نتاعو 1 سنتيمتر، نصبوها الكل نطرحوها وبعد نحطها في الفور الطيب. يكون انا عاد الفور مسخنته عنده 15 دقيقه ملي سخن، ونحطه مش في الوسط، الطاق اللي تحته اللي تحت الوسط 7 دقائق هي الجنواز نتاعنا طابت امورها واضحه. نخرجوها نخليوها تبرد، وبعد ما تبرد نقصوها على ثلاثة باش نقسمها على ثلاثة طبقات ونخليها تبرد على روحها. نحضر توا الكريمة، كريمتنا اللي هي مش سكري سالي سالي ايوا اللي هي سالي. ناخذ نص لتر حليب عليها 30، نحط على كل حليب هيك عظمة هكا بعظم، نحط 30 غرام من شيء 40 غرام في العجينة، حطينا 30 في الكريمة نحطوا 40 غرام من شيء. نخلطوهم، نحط نفوحها، نحط شوية نواد مسكات، شوية ملح، فلفل أكحل، ونحط 160 حكة فيها 160 غرام ريغوتا، ونحطوا لها 80 غرام جبن طري فرماج فري. جبن طري هذايا انا نعمله في الدار، عندي فيديو نتاعو زاده موجوده في قناتي، ان شاء الله زاده مره اخرى نقدم الوصفه نتاعو. الجبن طري هذايا ونحط على الكسرونه على النار ونخلط. وقت اللي تغلي الكريمه نتاعي نخليوها تزيد تغلي 3 دقائق. وقت اللي هي تغلي انا شو نزيدها الجبن بيه. نحط لها انا نحضر شويه جبن سيسيليان وشويه جروير. الجروير مانيش باش نحطه في وسط، نحطه كان نحبه نحطه شويه برك تاع 15 20 غرام هكا مغرفه دوبل ماكله الجروير، ونحطوا السيسيليان. الجبن السيسيليان هو اللي باش يزيدها بنه على بنه الكريمه نتاعنا نتاع الجاتو سالي. الله الله الله. الجبن السيسيليان نحطه entre 20 et 30 غرام على خاطر هو راهو كاين باش نشريهم السوق مالح، كاين باش نعملوه في الدار، انا نعملوه في الدار ما نعملوش مالح برشا. نحط 30 غرام جيني يعني مش مالحه. الله. وبعد نطفيو اخر مرحله، نحطوا جبن ونطفيو الغاز، نخليو كل الكريمه نتاعنا تبرد شويه ونفوا بردت. عندنا احنا عاد الجينواز نتاعنا حاضره. اش نعم ناخذ الطبيق اللي باش نحضر فيه الجاتو، المستحسن يكون باللار ولا ينوكس. ندهن ناخذ ماكل الكريمه وهي بارده، ندهن الطبق. ناخذ كعبه الجينواز وهي مقسومه على ثلاثه، ناخذ واحده منهم نقلبها نحطها وبعد نحي انا البابي كويسون. وقت نقصها راهو البابي كويسون نخليوه، ردوا بالنا باش نجمو احنا نهزوها بالبابي، ما كانش راهي تتفتفت لنا ومنتجم تتكسر زياده، يعني يقعد ديما في الطبق ما يتنحاش. كي نقلبوا احنا نحط البات تولي ملوطه بابي كويسون من الفوق. نحي انا البابي كويسون اش نعمل؟ اكل الجينواز ناخذ شويه من الكريمه نطليها شويه باهي نطليوها. وكان نحبوا نحطوا شويه لوز افيلي، كان نحبوا ما كانش زاد نجمو نستغناو عليه، اذا نحبوا ندلوها نحطوا شويه دي مشخشخه. وبعد ما حطينا الكريمه ناخذوا الطبقه الثانيه اللي باش نحطوها فوق منها، ندهنوها نطليوها كلها بالكريمه، وبعد نهزوها بك البابي كويسون ونحطوها فوق منها ونحيوا البابي ونفس العمليه نعملوا بالكريمه، وبعد نحطوا الطبقه الثالثه كيف كيف نطليوها بالكريمه
وبعد انا عندي اكل جبن غوياغ غابي وماذا بينا احنا غبيوه في الدار نشريوه اوك على كيفك ونحن نعملوه غابي ويكون نخشين شويه نعملوه علاش على خاطر انا توهية كامله الجاتو نتاعي مطلب الكريمه الوجه كله ودورت على الجناب زاد على الكريمه وناخذ الجبن هيك ونجي نلصقه في الجناب الكل على هيك لازم مبروش خشين شوي مبروش خشين ويبدا داير هكا كي تلصق وانت فك الجاتو يعطي هكا يبدا منظره مزيان كي ترى ما تقولش جبن يبدا مزيان على الاخر ممتاز ندوروها بك جبن هيك وطريف جبن يفضل نظروا هكا من الفوق والديكوراسيون كل واحد عنده الاختيار في الزينه نتاع الجاتو توا الحلو ما نحيروش فيه والسالي باش نجمو نزينو مثلا ان نزينو عندنا زيتون نجمو شويه زيتون اخضر شويه زيتون اكبر طيبه كبار طيبه كبار نجمو حتى بالكيوي نزينوه بالعبيديه العبيدية اللي في الحكوك كذلك نزينوا بها فلفل بر العبيد يعطي منظر مزيان برشا نقصوا دي ترانش فلفل بر العبيد ونجموا حتى ناخذوا كوردون ونحطوا ترانش فلفل ونحطوا نزين هكا كالعبيدية ونجيوا فك الكوردون الفلفل بر العبيد القرن الطرف الفوقاني كالشابو هذيك نحطوه هكا من الفوق تبدا ترانش من لوطا وكعبة العبيدية وكالشابو هكا من الفوق يبدا مزيان برشا المنظر في الجاتو هو يعني هي راهو المنظر بركة هو اللي شاهد خاطر ديما نقولوا ايه حويجة محلاها بنينة واما زادة مرتوبة والعين تنجم تاكل ساعات تبدا حاجة بنينة هكا ومال بريزونتي ما تحبش تاكلها تقول ماهيش اما الكيوي راهو يزين برشا اي وسيرتو في لاسيديتي اللون نتاعها ويعطي لون مزيان مع الاحمر نتاع الفلفل وكل عبيديه صفراء ماذا بينا نعملوا كل المزيج نتاع الالوان هذاك حلو برشا من لي كولور هكا تبدا حاجه كلها بيضه كلها كريمه ماذا بينا نزينوا ذي حكاية الجاتو سالي اللي هو حكاية مش صعيبة برشا كيما نعملوا الحلو للناس اللي ميولاتها سالي أكثر من السكري دلتكم اليوم شيفين ديتي بالجاتو سالي اما توا ما يخفيكمش باش نرجعوا للسكري باش نرجعوا له من حاجه زمنيه وبنينه برشا كريمه معموله في الدار على الطريقه الزمنيه التقليديه بالفريز والبنان بنان والسيترون اللي والسيترون. هو باش والسيترون اللي هو باش يعطي جو يعطي جو بنين برشا به السيترون نمشي معك واحدة في الكريمة ايوا اش نبداو في تحضير الكريمة نتاعنا ناخذوا نص رطة الفريز نحيوا له اكل الورق نتاعو كل عادة نغسلوه بالورق نتاعو نقطروه ونحيوا له اكل الورق نحطوه في الخلاط في الروبو الفريز ونحطوا له مغرفتين سكر انا راني نحط ما نحطش برشا سكر اللي يحب راهو الحلو يزيد كل واحد وش يحب اما مغرفتين كافيين ومعاهم كعبتين بنان اما علاش ما نحطش برشا سكر خاطر ان البنان اللي باش نستعمل يكون طيب برشا طيب على الاخر ويولي حلو اكثر ويولي حلو راهو يبدا طيب واذا كان البنان نتاعنا يابس وماهوش طيب راهي ما تجينيش بنينه لازمنا البنان ناخذوه طيب على الاخر وديجا ديما موجود عند اللي تمشي باش تاخذ غله تلقى البنان اللي يبدا طيب شويه اكوتي واللي يبدا نزل احنا طيب بالنسبه للكريمه هذه طيب وكعبه قارص كعبه القارص ناخذ داك الزيست نتاعها القشره هذيك البرانيه نبرشها بالراب نتاع الجبن بك الجيد نبرشوها والكعبه القارص نعصرها ناخذ الجو نتاعها الفريز نحطه يطرح مع القارص عصير القارص وكزيست هذاك الزيست لازمنا نرحيوه باش يسيب بك الجو نتاع البنتنا نتاع راهو بنينه قشره القارص بنينه برشا تسيب طعم بنين ياسر في الفريز سكري سورتو وكل مغرفتين سكر يطرحوا وبعد ما يطرحوا نرمي وكل كعبتين بنان وانا الفريز نكون خليت من مثلا تو كونتيتي هذه اللي نعطيتها تعمل لي 4 صحاف أربعة يعني دي كوب نخلي 4 كعبات فريز بكل كونتيتي هذيك باش نزين بيهم لديكوراسيون وبعد ما رحيناهم مع البنان والكل نصب في المشرب ويلزم ترتاح الكريمه نتاعنا في الثلاجه ساعه البنه نتاعها ساعه من زمان ساعه نجم حتى اكثر اما خلي ساعه وبعد باش نحطوها في الليكوب بعد ما ارتاحت ساعه نخرجوها نعبيو كل كاتر كوب نتاعنا ونزينو بالكعبات نتاع الفريز نجمو ناخذو كعبه فريز نحطوها في الوسط راهي ما تهبطش الكريمه باش تلقاوها عاقده وباهيه ديجا عندي انا في الشين نجمو نشوفوها سادة المستمعين
وإلا نحطوا زيتها في الحرف متاع الكيس، نشقوا كعبة الفغاز ونزينوا هكا في الحرف متاع الكيس ونأكلوا صحة وبشفاء. وهذه كريمتنا خفيفة الفغاز والبنان بنينة معمولة في الدار وباردة، راهي باهية برشا توا وقت ماكلتها في الصيف في السخانة تقصي بدا بارد هكا تبدا مزينة في ديكوب مزينين. وهكا كما قالت مدام هندة في الديكوراسيون حاجة تعمل الكيف، ونبعدوا شوية على باش نضيف إنسان يزم يا سيترونات يا فريز يا حلو. ماذا بينا ديما حويجة دياري، نبعدوا على شري المشروع ولا نبعدوا على كل شيء، نعملوا حويجة دياري في الدار. فطورنا لليوم كان نواصل جاتو سالي والكريمة، شخطو كريمة البنان والفريز، نتصور برشا ناس باش تعملها اليوم باش تجربها في عشوية لحد به. التفاعلات تقولي وجدين فما الكبار مدام هندة مرة أخرى مدام هندة القفسي نحييها نسلم عليها باش نحكيو على تصيير الكبار. هي طلبت مني وهي متتبعة وفيا القناة تتبع فيا برشا ولي كومونتير نتاعها نشكرها برشا، يعطيها الصحة وربي يفضلها، تشجع فيا قاعدة والله تشجع فيا برشا، وكلهم لي زابوني نتاعي الكل يشجعوا فيا يفضلهم ربي يفضلهم. كيفاش نسيروا الكبار؟ الكبار باش نعطيها طريقه نتاع طل الكبار، ومن المستحسن احنا كي ناخذوا الكبار ديما ناخذوا الكبار الجيد، راهو هذاك الباهي. هو علاش يولي خشين اللي كيف يقعد الكبار وما يتجمعش في الفجر كي يطلع عليه النهار يكبر يخشين. كيف يجمعوه الكبار بكري في الصباح بكري يلقوه مازال صغير جيد، يعني مش انا ناخذ كبار خشين واغلى خاطر هو خير. لا هو بالعكس. جيد اغلى راهو يبيعوا فيه جيد اغلى جيد اغلى هذيك علاش علاش هذيك علاش خاطر يقوموا له بكري باش يجمعوه وبعد قال لي تعبت اللي يقعدوا يخشينوا فيه ساعه يكبر والكبار الجيد هو البنين بارطال كبار. ناخذوا عليها باش نصيروا بالخل وبالملح هنا مثلا نحطوا مغرفتين ملح شطر كاس ماء شطر كاس هذاك ماء نخلطك الملح في الماء وناخذ 250 مللتر خل الخل العادي راهو انا نسير برشا يسالوني على الخل نقول لهم ان الخل اللي نشريه من عند العطار او فما الابيض فما اللي فيها لون الخل الملون كيف كيف الاثنين يمشيوا ربعيتره خل نصب اكل ماء واللي فيه الملح على كل خل هذاك نخلط والكبار نتاعي عاد لازم فيه طريقه باش نصيروه قبل ما نصيروا انا اش نعملوا كيما نعملوا الزيتون نحطوا فيه شقاله بالماء ونخليه ليلتين في ليلتين وكل يوم اكل ليله الاولى نبيته من غدوه نبزع له ماء ونعاود نحط له ماء اخر وبعد ليله ثانيه كيف كيف نهار ثاني نبزع له ماء ونعاود نحط له ماء اخر نهار ثالث يوم انا باش نصيره. واذا كان طقس سخون برشا نحطوه في الثلاجه ما نخليهوش لبرا خاطر الدنيا سخونه ينجم يفسد لنا كي يبدا في الماء نحطوه في الثلاجه. ثالث يوم بدل نحينا له الماء نتاعو نقطروه في الكسكيس بعد نعبيه في الدبوزه ونحطوا اكل خليط اللي فيه الخل والملح والماء ونعبيه الدبوزه نتاعنا ونسكروها بالكدا ويقعد يصبر حتى بالعامره وما يفسدش بالطريقه هذيا هو وقته دا يختار هو وقته يبيعوا فيه من على بكري تو يمشيو ياخذوا الكبار ويسيروا على طريقه شيف هنديتي ومن دراك باش هكاك يكون الكبار يقعد لكم حتى العام وتاكلوا وتذكروا شيف هنديتي تقول الله يرحمه ويديها جي الطريقه هي انا شنو نحب نقول لك نحب نقول لك قديش حضورك معنا مميز قديش الروح محلاها مادام هندا تسموها في اللونتين اما كي تشوفوها راه حاجه اخرى ما شاء الله عليها محلاها طاقتها جميله ان شاء الله ربي يفضلك ويحفظك ويوفقك ان شاء الله ربي يفضلك سي محمد والاولاد اللي هو ديما حاضر معاك ويسنتيك ربي يفضله. وشو تحب تقدم تحيه كيما العاده؟ نقدم تحيه للساده مستمعي راديو اوكسجين افام لي زابوني نتاعي زيدا نقدم لهم تحيه وديما نشكرهم على دعمهم ودعمهم ليا. وبالمناسبه نحب نقدم تحيه للكوتش نتاعي كوتش ماهي ساجيم على لي سوبر سيونس اللي تعملهم لنا نتاع لاكواجيم ولايغوبيك وما ننساش لي كوتش الاخرين زيدا اللي نترينا عندهم كوتش يسرى لوكيل نترينا عندها انا اليوغا وكوتش وجدان العلاوي زيدا نترينا عندها لايغوبيك تحية وانا مازلت هذوما ما رجعت لهمش خاطر انا كنت موقفه على السبور خاطر وفاة امي نزلت كي رجعت تو رجعت المهي للاكواجيم لايغوبيك والاخرين ان شاء الله الاسبوع القادم باش نرجع لهم في قادم الايام نقدم لهم تحيه
وتحية للناس الكل، وليداتي وحبابي وصحابي. وحنا نقدموا لك تحية كبيرة على كل ما تقدمه لنا. مدام هند تسلم عليك برشا برشا، قال تحية احترام وتقدير الأخت هند درويش، وكل الأرقام تكفي على هذه المهارة في الطبخ بأنواع وكل معلومات نصائح الفوائد اللي تنفعنا بها. نقول ربي يوفقك ويحفظك وجزاك الله كل خير. مدام سامية كما العادة 10 على 10، منورة مدام هند. طريقة ياسر بنينة، تقول نفس طريقتك نطيب بها العلوش العصبين، ما شاء الله ويعطيك الصحه والعافيه. هبه تقول لك مدام هند كل يوم نزيد نتعلم منك، وبالمناسبه امي منوبيه العباسي تسلم عليك برشا برشا. سلمك سلام، دونك تحيه كبيره ليهم الكل، وتحيه لكل الناس اللي قاعده تقول في كلام جميل المدام هند بخصوص مرورها معانا في دبر عليا وتحمل مسؤوليه، الفقره اللي حبيتوها وتعلمتوا منها زيدا كيف برشا افكار. تحيه نقدموها المدام ساميه جلاسي، تحيه المدام لطيفه قالت لك 10 على 10 وخمسة وخميس عليك تقول. تحية المدام زيدا كيف سامية، وتحية المدام ملاك تقول لك إن شاء الله صباحكم أحلى صباح ولكل الناس. شكرا لك مدام هند، معك أنت تعلمنا الكوجينة فن وغرام وقدي وصحة وبرشة حاجات جميلة. ما تنسوش تبعوها ديما على شينها على اليوتيوب كويزين تونيزيان شيف هنديتي، تشوفوها في كوجينتها هي كمرأة تونسية بنزرتية كيفاش قاعدة طيب وتتلهي بالماكلة نتاعها. شكرا لك، ربي يحميك ويوفقك، يعيشك. خليكم معنا في الاستماع، رجعين بعد شوية في الماتينال إن شاء الله. صبحية الخيرات لكل الناس، وعودة من جديد مع الموسيقى، ولا نعودة في الماتينال.